بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم الذي أيد سلطانه، وقال أعز من قائل سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان، محكم البيان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ يزيد محمد القطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إن الأبرار لفي تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. صدق الله.
راعي حفلنا الكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه، معالي السيد جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب المعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي، سلام فاح في الآفاق مسكا يطيبكم بأشواق الفؤاد، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا إليه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. لقد بذلت الكويت على مر السنين وحتى يومنا هذا كل ما في وسعها للاهتمام بهذا الكتاب العظيم حفظاً في الصدور وخطاً في السطور، واليوم واستكمالاً لهذا الموروث الحضاري الرائد جاءت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته تتويجاً لهذه الجهود، فكانت فكرة تدور في الرؤوس فاستلطفتها النفوس فأصبحت عملاً محسوس. أيها الأحبة الكرام، أترك الكلمة الآن لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد عبد المحسن الحماد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج لا شبهة فيه ولا ارتياب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب والمرسل إلى خير أمة أخرجت للناس بأقوم شريعة وأفضل كتاب، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، أصحاب المعالي الوزراء، سمو ولي العهد وأصحاب المعالي الوزراء ومعالي رئيس مجلس الأمة والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم بشفاعة القرآن الكريم من الجنة نزلا، وأهلا بكم في ختام هذه الجائزة المباركة، جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته. يا صاحب السمو، لقد من الله علينا بهذه المبادرة وسيخلد التاريخ بيد الوفاء ويكتب بمداد الفخر والثناء في صفحة جديدة من صفحات عهدكم الميمون إقامة هذه الجائزة التي لمثلها يتنافس المتنافسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، رواه البخاري. قال أهل العلم: إن المراد هنا بالحسد الغبطة، وهي تمني مثل تلك النعمة،
وليس تمني زوال تلك النعمة عن المحسود، لأن ذلك من الحسد المذموم. يا صاحب السمو، إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته هي بذرة مباركة غرستها يدكم الكريمة، وقد غدت كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إنه حصاد سنة كاملة، عقول مدبرة وأيد عاملة، فما برح أعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية يسهرون الليالي في عمل متواصل، مؤملين أن يطلع الصبح فتشرق فيه شمس هذه الجائزة، جائزة اصطفي لتحكيمها كبار العلماء، واستضيف لتقويمها أشهر أهل الإقراء، وجلس بين أيديهم سفراء الدول الشقيقة ومهرة البلاد الصديقة، الذين وفدوا على هذه الجائزة من 40 دولة ما بين خليجية وعربية وإسلامية، من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. فجزاكم الله يا صاحب السمو عنا خير الجزاء، وأجزل لكم في الدارين كريم المثوبة والفضل والعطاء. أيها الجمع الكريم، لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم قبل ما يزيد على 14 قرناً من الزمان، ومع ذلك لا يزال غضاً طرياً كأنما أنزل على هذه الأمة هذا العام. فلا يزال هذا القرآن الكريم رغم تقلبات الدهر وتداول الأيام نوراً يضيء، وكتاباً يتلى، ودستوراً يتبع، وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، ويربي لنا جيلاً من أمثال هؤلاء الحفظة الذين تنافسوا في هذه الجائزة، يتحلى بسماحة الإيمان والإسلام، ويتجمل بوسطية الشرائع والأحكام. وإن من خصائص هذه الجائزة التي تدعو للمفاخرة أنها أول جائزة دولية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، فكما أن الحفاظ البررة يتنافسون تنافساً شريفاً على جائزة حفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته، فكذلك المهندسون يتنافسون على جائزة أفضل مشروع تقني يخدم هذا القرآن ويسر حفظ آياته، مع ما صاحب ذلك من ورش ومحاضرات قرآنية حضرها كافة الشرائع المجتمعية والفئات العمرية. وبرعاية كريمة منكم يا صاحب السمو، فإننا سنمضي إن شاء الله قدماً في خدمة القرآن الكريم، وتزاحم جائزة الكويت لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته نظائرها من المشاريع الخيرية، وتنافس بقية أخواتها من المساهمات الإنسانية التي عرف العالم أجمع سبق دولة الكويت وأهلها في تقديمها. وقبل أن أختم كلمتي، أود أن أذكر نفسي وأبنائي المشاركين في هذه المسابقة بما ينبغي لطالب العلم وحافظ القرآن الكريم من وجوب الالتزام والعمل بأدب القرآن وخصال النبوة الشريفة، فإن من أوتي القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي له أن يجهل مع من جهل وفي جوفه شيء من كلام الله تعالى، كما ينبغي لحافظ القرآن الكريم مداومة تلاوته وحفظه واستذكاره حتى لا يتعرض للنسيان، والنسيان آفة الإنسان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والتحذير من ذلك،
ومن تعلم القرآن الكريم لزمه أن يعلمه غيره وأن يعمل به ويسير على هديه. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، واجعله لقلوبنا ربيعًا ونورًا وعندك شفيعًا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أيها الحفل الكريم، من بلادي هتفت جائزة الكويت الدولية تنادي، هتفت لأقطار الدين القويم هلموا لكتاب الهادي، احفظوه واقرؤوه وجودوه فبه يطمئن فؤادي، اقرأ ورقة فالأجر مضاعف من غير تعداد. شكرا يا صاحب السمو، جزيت خيرا يا أمير البلاد، دعوت الناس لكتاب الله وما قصرت بمد الأيادي. انظر من حولك كيف تجمعنا لنكون عليها من الأشهاد. أسأل الله أن تدعى لجنة الفردوس على رؤوس العباد. أيها الأحبة الكرام، أترك الآن الكلمة لرئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، شيخ علوم المقارئ في جمهورية مصر العربية الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أتم علينا نعمة الإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بالقرآن وأكرمنا بأن جعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الأخيار وآله الأطهار ومن تبعهم بإحسان. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، معالي السيد جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب المعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الإخوة والأخوات الحضور، إنه ليوم مبارك تتنزل فيه ملائكة الرحمن على هذا الجمع الكريم الذي التقى من مشارق الأرض ومغاربها حول كتاب الله تعالى حفظاً وتلاوة وآداء وقراءات. فقد وفق الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ليرفع كتاب الله تعالى إلى أفق العزة الربانية ويحمي السنة المباركة التي أكرمنا بها رب البرية وهدانا إليها رسول البشرية، وهي جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم. ألا إن هذه الجائزة انفردت ألا وإن هذه الجائزة انفردت عن غيرها من المسابقات القرآنية الأخرى بفرع ما يعرف بالقراءات السبع أو بجمع القراءات السبع. إن هذه الجائزة لا هي هدية السماء إلى جموع المسلمين القائمين على كتاب الله حفظاً وتلاوةً
وقراءات انطلاقاً من أرض الكويت المباركة، إحياءً لهذه السنة المباركة في القيام بحفظ الله، بحفظ كتاب الله تعالى. فكانت هذه البقعة الطيبة هي وأميرها العود، هي البقعة المعنية بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإننا إذ نبتهل إلى الله تعالى أن يحفظ الله الكويت، أن يحفظ الله الكويت أميراً وحكومةً وشعباً، وأن يبارك ثراها الطيب ببركة القرآن الكريم التي رفعت لواءه في هذا العصر لتنير به أرجاء المعمورة وتعيد للدنيا ارتباطها بحبل الله المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما أنتم أيها المتسابقون الذين ربط الله على قلوبكم فكنتم جنداً للقرآن الكريم وحملة لوائه، فإننا ندعو الله تعالى أن يحفظكم ذخراً للأمة ويزيدكم توفيقاً ويكثر من أمثالكم. وإنني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني السادة الأفاضل الأكارم الحكام الموقرين أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد على رعايته لهذه الجائزة ورعايته لضيوف المسابقة حكاماً ومتسابقين، وكرم الضيافة، كما أشكر السادة أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة، وكما أقدم تهنئتي للفائزين راجياً المزيد من التوفيق لجميع المشاركين. والله أسأل أن يحفظ هذا البلد المبارك وأن يبارك في أهلها أميراً وحكومةً وشعباً، وأن يحفظ بها بالقرآن هذا البلاد ويبارك لنا في القرآن ويجعله شفيعاً لنا يوم اللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أيها الحفل الكريم، بينما كنت أقلب صفحات التاريخ لأبحث عن كلمات تناسب هذا الموقف الكريم، فوجدت كلمات استوقفتني بجمالها ورونقها البديع وقائلها يجلس بيننا، يقول: علينا تلاوة القرآن وتدبر معانيه والتبصر بما يحويه من إرشادات ودلالات، فهو منهج عمل ومنارة نهتدي به صراطاً في الحياة مستقيمة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم أضاف قائلاً: وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. فما أحوجنا أن نستظل بهدي القرآن وأن نسترشد بما في آياته من حث على العمل النافع والعلم الواسع والتسامح والتآلف والتراحم بين أبناء الوطن الواحد، لنكون كما أرادنا الرحمن عباد الله إخوانا. القائل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. أيها الأحبة الكرام، نترككم الآن مع فيلم لهذه الجائزة، جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته.
جائزة دولية، ليست الأولى من نوعها، ولكنها تعد الأميز لما تمتلكه من منطق خاص وأهداف محددة وتنوع في مسابقاتها. كانت الكويت على موعد لانطلاق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته، وجاء تنظيم الجائزة بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وجاءت الجائزة دعماً لنشر حفظ القرآن بين أبناء المسلمين وتشجيعاً لهم على السير بهداه، وتتويجاً للمناخ القرآني الذي تعيشه دولة الكويت. تبلورت الفكرة وتحولت إلى واقع ملموس، كنا في سباق مع الزمن ونجحنا في هذا السباق. شكلت اللجنة العليا للجائزة، حددنا أهدافنا، رسمنا تصوراً متكاملاً لإقامة المسابقة، وسارعت وسائل الإعلام بتغطية الحدث وما تضمنته من مسابقات وفعاليات فور الإعلان عن تنظيم الجائزة. وبدأ العمل، كنا أشبه بخلية نحل جراء الأعمال المتواصلة التي تقوم بها اللجان العاملة لتنفيذ جميع فعاليات الجائزة، من ترتيبات استقبال الوفود، الإقامة، الانتقالات، جولات ترفيهية للمتسابقين، حفل الافتتاح، إلى جانب ترتيبات إقامة المنافسات من حيث جدولتها بصورة دقيقة وتجهيز قاعات القراءات والحفظ. كما اتبعت الفضائيات طريقة خاصة لمتابعة فعاليات الجائزة من خلال استوديو إعلامي أعد خصيصا لهذا الحدث. إنه لمن دواعي سروري وابتهاجي أن أقف بين أيديكم هذا اليوم، هذا الموقف التاريخي المبارك، لأعلن افتتاح باكورة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتلاوته، والتي تقام تحت رعاية كريمة من سمو أميرنا ووالدنا وقائدنا المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى ورعاه. وإنها لتعد صفحة ذهبية جديدة في سجل عطاءات سموه حفظه الله تعالى، ووساماً وضاءً في جبين هذا البلد المعطاء. بدأت المنافسات بين أكثر من 80 متسابقاً من أكثر من 50 دولة يتنافسون في 4 فروع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يتنافسون في 4 فروع: حفظ القرآن كاملاً مع تلاوته وتجويده، حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، التلاوة والترتيل، أفضل مشروع تقني في خدمة القرآن. وبدأت لجنة التحكيم مهمتها بالاستماع إلى تلاوة المتسابقين وتقويمها من حيث الحفظ والإتقان والتجويد، واستخدم في ذلك نظام آلي صمم خصيصاً للمسابقة. أرى أن هذه المسابقة الدولية بالكويت قد تميزت بفرع القراءات بما يسمى القراءات السبع، وقد قام على إعدادها مجموعة مخلصة من أبناء هذا الوطن. فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه الجائزة درة الجوائز والمسابقات. الحقيقة كانت المسابقة مع أنها في سنتها الأولى بدأت قوية وبدأت ناضجة، وهذا بفضل الجهود التي
يقوم به الإخوة في وزارة الأوقاف في شتى فروعها. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق وأن يبارك في الجميع لخدمة كتاب الله عز وجل. وقد شاركت في عشرات المسابقات الدولية وكثير من المسابقات المحلية، وجدت هذه المسابقة المباركة تتميز بأنه يشرف عليها لجنة مؤهلة للقيام بهذه المهام. ولا ننسى أيضا استضافة كبار العلماء المختصين في علوم القرآن الكريم وعمل محاضرات ودورات خلال أيام المسابقة، مما يدل على اهتمام المسؤولين في خدمة القرآن الكريم. يرى الإنسان القرآن وقد ظهر في الكويت فيتذكر قول القائل: وقد أهوى الكويت وأن تحيها إلى مغنى مقارئها المجيد، إذا طالعت بهجتها أرتني مطالعها مطالع للسعود. أرجو أن تكون هذه المسابقة جوهرة فريدة بين سائر المسابقات القرآنية في العالم الإسلامي. لقد قطعنا شوطا مهما في طريقنا لتحقيق أهداف الجائزة، فاق التقديرات والتوقعات، ونجحنا في تحقيق وتخطي هذه الأهداف. 12 يوما انقضت، اتضح من خلالها معان جليلة ظهر فيه التنافس والإقبال على حفظ كتاب الله، والتآخي بين المشاركين جمعتهم الجائزة في واقع حي ومشهد عظيم لهذا الدين القويم الذي جمعهم وألف بينهم على الرغم من اختلاف أجناسهم. وأمام هذه المآثر الحميدة في خدمة القرآن الكريم وحفظه، لا نملك إلا الدعاء الخالص لمن سعى لهذه الجائزة وكان سبباً بعد الله في وجودها. فجزى الله صاحب السمو أمير البلاد خير ما يجزي إماماً عن أمته، وأن يديم نعمة التوفيق والسداد على ولي عهده الأمين. ولا ننسى الرجال الذين أسهموا في تأسيس هذا العمل ووضع قواعده الأولى ومواصلة بنيانه حتى استوى قائماً وعلى رأس تلك النخبة سمو رئيس مجلس الوزراء. وكما نجحنا في الماضي سننجح في المستقبل بإذن الله، وسنكتب لوطننا صفحات جديدة في ملحمة المجد والعز والإنجاز والتواصل والتفاعل والتعايش فيما بيننا والتعاون مع الآخرين من كل الثقافات والحضارات. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أيها الحفل الكريم، كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح، يروح بها عن الدنيا بعيدا، وما أسماه حين بها يروح، وإن يهمس بآي منه ثغري، أحس العطر من ثغري يفوح، به أسرار ما في الكون تبدو، وما كوضوحها أبداً وضوح. نترككم الآن أيها الأحبة الكرام مع فيض المشاعر وقصيدة مع الشاعر الشيخ الدكتور عبد الهادي عبد الله حميتو من المملكة المغربية الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
حييت جائزة الكويت، حي المكارم في الكويت، حي العلا في كل بيت، حي السراوة والندى، أيان في البلد انتحيت، إن زلت بين ربوعها وأزلت طرفك واجتليت، شغفتك بهجة حضرة، أنى بدارتها انتديت، وبدائع العمران بادخة الذرى، أنى مضيت، هذه الكويت وهذه دار الأحبة في الكويت، البسر يغمر من ترى، والود يعمر من أتيت، وشذ العروبة لم يزل من عهد عروة والكميت، طيب الخليج وأهله لا تعجبن بمن تشيت، تالله يا بلد الكويت لا أنت أجمل ما رأيت، حييت جائزة الكويت، كم من مواهب قد رعيت، كم همة عليا هززت، وكم معاني قد وعيت، نوهت بالذكر الحكيم وأهله فيما احتفيت، وأقمت للسبع المقارئ دولة وبها اعتنيت، فتقاطرت من كل قطر صفوة مما اصطفيت، ولجوا السباق منافسين مسارعين لما اقتضيت، كل يجيل جياده في حلبة تأبى السكيت، والآي وتصدع والبدور وشهبها، أنا سريت، حفص يبادر ورشه، وهشام يخطب ود ليت، والشاطبي وحرزه والنصر يملأ كل بيت، من كل نادرة قنصت، وكل بادرة رويت، كل المدارس هاهنا، كل المشايخ في الكويت، حصري فيك وجابر، وبعبد باسطها ازدهيت، والمنشوي وصحبه ما منهم أحد بميت، وكأنما نشر الكرام، وكأنما نشر الكرام لكل مقرأة صويت، كل تمثل في حماك ومن جداوله استقيت، أرأيت أي كرامة أحرزت غايتها أريت، حييت جائزة الكويت، كم من جوائز قد شأيت، هذا غراسك قد نما، ولأكله الزاهي اجتنيت، سيمد جسر تواصل بين المقارئ بيت بيت، فيشيع ذكرك عاليا يحكي محاسن ما ارتعيت، ويطير صيتك في الورى، ويعم نفعك من عنيت، فالشكر موصول لمن زان الإمارة في الكويت، من قد رعاك ببره وأقام صرحك فاعتليت، وحباك من عرفانه كنفا لدولته اعتزيت، فإذا حباك سموه بحضوره السام انتخيت، وحللت منه بمنزل غدق السحائب ما سويت، شيم الأولى هو منهم به مؤتسى وبه ائتسيت، والشكر للأوقاف من بهدى قيادتها اقتديت، حتى تحقق مطمح قد طالما فيه سعيت، حضنت أصول فصوله وبها ترعرع ما ارتجيت، والشكر بعد للجنة ببديع حكمتها اهتديت، لم تدخر من وسعها جهدا يبلغ ما ابتغيت، دأبت على طلب العلا حتى ارتقيت لما ارتقيت، فلتحمد النعمى بها فيما من الفوز اقتنيت، والله يكنف
بالرعاية والعناية ما بنيت، وتحية أخوية من مغرب فيه انتميت. أزجي زكي أريجها شكراً لجائزة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، أيها الحفل الكريم، هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد. يا ريشة القلم الأصيل تدفقي نهرا من الشعر الأصيل وزيدي. قولي معي للقارئ الفذ الذي يتلو فيشعرني بسر وجودي، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويكف عن نفسي أشد قيودي. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. أيها الأحبة الكرام، أترك الآن المكان لفضيلة الشيخ الدكتور وليد محمد العلي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، بتلاوة أسماء الفائزين والمحكمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل القرآن الكريم أوثق شافع، فمن استمسك به فاز ونجا، فصارت قلوب حفظته متنقلة في منازل عبوديته حبا وخوفا ورجا. وصلى الله وسلم على نبيه الذي لم ينزل عليه القرآن ليشقى، بل أصبح فؤاده به مبتهجا، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين رفعهم الفرقان والذكر الحكيم لمراقي الجنان درجا. أما بعد، فبين كريم أيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وبارك في عمره ومسعاه، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله تعالى، ومعالي السيد جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الموقر، وأصحاب المعالي الشيوخ الموقرين، وسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيس المجلس الوزراء الموقر حفظه الله تعالى، وبين كريم أيدي أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والسفراء وأصحاب فضيلة العلماء وأصحاب المنافسة الشريفة من القراء وكافة ضيوف حفلنا الكريم من الفضلاء. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة دار السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أتبع كلمات هذا السلام بسؤال الملك القدوس السلام أن يحوط سمو أمير بلادنا بالحفظ وأن يكلأه بالعناية ليكرمنا دوماً باهتمامه بهذه الجائزة وأن يتوجها بالرعاية. وها أنا ذا أكشف اللثام عن أسماء الفائزين الكرام الذين سيتفضلون بعد قليل بالقيام ويشرفون من سموه بالمصافحة والسلام. بعد منافسة شريفة كان الود والإخاء فيها متعابقة جرت بين ما يقرب من 40 دولة و80 متسابقة، والآن أستأذن سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى ورعاه وبارك في عمره ومسعاه، أستأذنه في التفضل بتكريم أبنائه الفائزين تشجيعا كريما منه لهؤلاء الحافظين. هؤلاء الحافظون الذين قد جدوا واجتهدوا، هؤلاء الحافظون الذين قد جدوا واجتهدوا ولهذه الجائزة بتوفيق من الله قد حصدوا. والآن أسماء الفائزين في الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد. الفائز الأول فارس محمد قاسم الأعجم من الجمهورية اليمنية الشقيقة. الفائز الثاني
عمار عبد الله بلعيد البشير ساكني من دولة قطر الشقيقة. الفائز الثالث علي مختار عباس باقر من دولة الكويت. الفائز الرابع محمود محمد مصطفى الكفري من الجمهورية اللبنانية الشقيقة. الفائز الخامس أحمد محمد العربي من الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الشقيقة. والآن أسماء الفائزين في الفرع الثاني في حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع. الفائز الأول أحمد نواف العاصي جاعد المجلاد من دولة قطر الشقيقة. الفائز الثاني إسماعيل عبد الرحمن محمود جميل من الجمهورية السودانية الشقيقة. الفائز الثالث أنس عبد الله محمد الكندري من دولة الكويت، وينوب عنه في التشرف باستلامها والده الكريم الدكتور عبد الله محمد الكندري. والآن أسماء الفائزين في الفرع الثالث في التلاوة والترتيل. الفائز الأول علي تيل من الجمهورية التركية الشقيقة. الفائز الثاني عباس بشير محمد سافار من الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الشقيقة. الفائز الثالث محمود أحمد محمود زاهد من الجمهورية اللبنانية الشقيقة. الفائز الرابع علي إبراهيم عسكر من دولة الكويت. الفائز الخامس محمد دنقس حسن من جمهورية تشاد الشقيقة. والآن أسماء الفائزين في الفرع الرابع في أفضل مشروع تقني لخدمة القرآن الكريم. الفائز الأول موقع نداء الإسلام المنبثق من مبرة الإحسان الخيرية بدولة الكويت،
ويتشرف باستلامها رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ بدر نايف الحجرف. الفائز الثاني برنامج المدقق الآلي للقرآن الكريم الذي تقدم به الأستاذ الدكتور عواد حسين الخلف من جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقد حجبت الجائزة الثالثة في أفضل جهاز إلكتروني. والله تعالى أسأل وبأسمائه الحسنى أتوسل أن يجزي صاحب السمو أمير البلاد على تفضله بالتكريم خير الجزاء، وأن يبارك لجميع الفائزين، وأن يعظم لهم المثوبة والعطاء. يتفضل الآن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتكريم راعي الحفل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وهذه الهدية مقدمة من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم بخط الخطاط الكويتي جاسم محمد معراج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كتبت هذه الآية الكريمة بالذهب على أرضية حمراء داكنة من الورق الهندي، تقدر مساحتها مساحة العمل الإجمالية 9 أمتار و10 المتر مربعاً. وقد تم اختيار الشكل الدائري إطاراً عاماً لتكوينها الفني لهذا النص القرآني من سورة الرحمن، حيث تعتبر الدائرة واحدة من أشكال المثالية لدى الفلاسفة القدماء. وتم اختيار اللون الذهبي الذي درج استخدامه في الفن الإسلامي. بعد إذن حضرة صاحب السمو، تتقدم اللجنة العليا واللجنة التنفيذية للجائزة بالسلام على حضرة صاحب السمو وأخذ صورة تذكارية جماعية. الدكتور عادل عبد الله الفلاح رئيس اللجنة. السيد عبد الله مهدي براك نائب رئيس اللجنة. المهندس فريد أسد عمادي عضو اللجنة. السيد خالد يوسف بغيث عضو اللجنة. السيد ناصر أحمد الكندري عضو ومقرر اللجنة. السيد منصور خالد الصقعبي عضو اللجنة. الدكتور خالد بريجان الحيص عضو اللجنة. الدكتور ياسر إبراهيم المزروعي عضو اللجنة. السيد عبد الله سلطان السنان عضو اللجنة. اللجنة التنفيذية السيد خليف مثيب الإذينة عضو اللجنة. السيد إبراهيم نايف العنزي عضو اللجنة. السيد يعقوب محمد عبد الله الأحمد عضو اللجنة. السيد عبد اللطيف علي الكندري عضو اللجنة. السيد سعد أحمد الحجي عضو اللجنة. الدكتور وليد محمد العلي عضو اللجنة. السيد خالد علي مشعان العجمي عضو اللجنة. السيد عبد العزيز مصطفى أمان عضو اللجنة. السيد عبد الله عبد القادر الكمالي عضو اللجنة. فليتفضلوا مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد
لأخذ صورة تذكارية. شكراً يا صاحب السمور، يا أمير البلاد، جزيت خيراً وما قصرت بمد الأيادي. نقف أيها الأحبة الكرام امتثالاً للسلام الوطني. شكراً يا حضرة صاحب السمو، وشكراً لكم أيها الأحبة الكرام، على أمل أن نلتقي وإياكم في جائزة الكويت الدولية الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.